بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم طلاب جامعة البصرة كلية الطب، خرجنا نطالب بحقنا المسلوب من عندنا ضد هاي الحكومة الفاسدة اللي ما شفنا من عندها شيء. من اول ما جينا احنا لهاي الدنيا على حروب، على انفجارات، على قتل، على داعش، على شهداء، كل شيء ما شفنا. فمن حقنا انه نطلع ونطالب بهذا الحق. اهم اسباب خروجنا دم الشهداء اللي ما حد دي يطالب به، دم الشهداء اللي صار الموت عادي عندنا، يموت شخص مننا نداوم ونمتحن وكل الحياة تمشي طبيعية. يعني هذا اللي احنا يعني خرجنا حتى نطالب به، لأن ما دام اعتصام طلابي رح يغير الحكومة. هيش التاريخ يقول بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أول مرة نوجه تحية لأبطالنا المتظاهرين هسه، ونقدم تعزية لأهالي الشهداء. احنا اليوم مجموعة من الطلاب كلية طب البصرة وكلية طب الأسنان، خرجنا في وقفة تضامنية مع الأبطال المتظاهرين وكذلك مساندة لأرواح الشهداء اللي راحت. احنا قررنا جيل التغيير. احنا بعد ما نسكت، احنا وعينا على الظلم، على القتل، على الفساد بالبلد، بس بعد ما نسكت، لأن احنا مو عيب نمر بأزمة، بس عيب لما نسكت على هالظلم ونرضى بالذل والإهانة. احنا بعد نريد تغيير، نطلب من الحكومة انه اول شيء تبطل قمع المتظاهرين، نطلب منها تستجيب للمطالب، نطلب منها تغير هاي الحكومة لان احنا ما نريدها بعد. واحب اوجه بس كلمة للحكومة، نقلهم اذا عندهم دم واذا ما يردون هاي القتل اللي جاي يصير وهذا الظلم، خلي يستجيبون وخلي يطلعون، احنا ما نريدهم بعد. اهم مطالبنا اول شيء وقفون القمع على المتظاهرين، هاي اول شيء نطلب من عنده. اثنين، مطالبنا نريد هذا النظام كله يتغير. احنا ما نريد هذا النظام المحاصصة على الدين، على القومية، هذا كله ما نريده. احنا نريد نظام جديد ما بأي اي محسوبية، اي محاصصة ما نريد. احنا نريد الحق ونريد نعيش حياة حلوة، لان احنا شعب يحب الحياة ونريد نعيش حياة نستاهل. والله اذا عندهم احساس وعندهم دب المفروض يستجيبون، لان هواي ماتوا وهواي انقتلوا بلا سبب مالهم. يعني الى متى يظل هذا القتل بالشوارع؟ نطلب من عندهم يستجيبون. احنا اليوم طلاب بعد ما نقدر نسكت، نريد حق، نريد نعيش، نريد وطن، احنا نريد وطن. كان المفروض يوفرون لهم الأمن. احنا راح نظل ونبقى في الساحة لحد ما تستجيب الحكومة المطالبنا، وإن شاء الله أمنا وسلاما على هذا البلد الجريح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب كلية طب البصرة وجامعة البصرة وجميع طلاب العراق والمتظاهرين في جميع أنحاء العراق لخروجهم ضد الباطل ونصرة للحق. أول مطلب من مطالبنا أو سبب من أسباب خروجنا هو نظام القضاء، الإصلاح في النظام القضائي، وذلك لمحاسبة جميع الذي تسببوا بمقتل المتظاهرين والشهداء، وكذلك لمحاسبة حيتان الفساد من جميع الموظفين الحكوميين وغير الحكوميين، وكذلك محاسبة من أقل سياسي إلى أكبر سياسي، من عضو البرلمان والمدير العام إلى الوزير ورئيس الوزراء ورئيس صاحب الكتل. هذه أهم مطالبنا. وبعدها تغيير النظام
تغيير النظام، انه ما يكون النظام يعتمد من النظام الانتخابي من نظام قوام الى نظام انتخاب فردي، فذلك العمود يكون اكثر مثل ما يقول حيادية واكثر عدالة واكثر نصرة للمظلوم واكثر نصرة للانسان العادل الذي يخدم البلد. القوائم بدأت مثل ما يقول تنهش البلد، الاحزاب بدأت تنهش البلد، فلذلك احنا كذلك مع حل الاحزاب والغاء نظام المحاصصة الطائفية والقومية والدينية بشتى انواعها ورفع الكفاءات من اجل المناصب العليا وذلك لاصلاح البلد والنهضة به. طيب المفروض مو تستجيب، هذا واجبها هي تسوي كنظام قضاء او كحكومة مركزية او كبرلمان، انه هذا الشعب حاليا 170 شهيد تقريبا طلعوا ضد هذا النظام وضد هاي المشاكل الموجودة، ولمدة 5 دورات احنا نصيح ما نريد هاي المشاكل الموجودة والحد الآن مستمرة، فالمفروض واجبهم انه يستجيبون إليهم، مو فشي مخيرين انه استجيب او ما استجيب، لا هو واجب انه يستجيبون لهاي المطالب اذا كانت بالقضاء او بالنظام المركزي او حتى بالنظام البرلماني او مجالس المحافظة كذلك. يعني هذا الشيء مبرر، يعني ما جاي نعرف ليش، يعني هو متظاهر طابع سلمي، ليش يعني شنو هاي الغاية المثيل، شنو المثيل للدموع؟ احنا ما نريد الحكومة تستجيب، احنا نريد الحكومة تسقط. بالبداية لازم يتحاسب كل اللي قتلوا المتظاهرين، شوف منو هاي الجهة الأحزاب، منو اللي جاي يقتل، منو اللي جاي يحرض هاي الجهات اللي هي أصلاً ما معروفة منه، الجيش العراقي ويا العراق، القوات الأمنية ويا الشباب، يعني مثل ما جاي نشوفهم، منو هاي الجهات اللي جاي تكتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله اليوم عندنا وقفة طلاب كلية الطب جامعة البصرة وكلية الأسنان كذلك، وطلعنا لأن شفنا الناس والشباب هذا جاي تساقط بالميدان التحرير وبمحافظات الأخرى، والدم صار كلش يعني بسيط عند الحكومة ويعني ما له أي ذرة قيمة مثل ما نقول، فإحنا طلعنا لمساندة الشباب وياهم لأن كثرة الفساد وكثرة يعني الطغيان الصاير بالحكومة والتلكؤات بالمؤسسات الدولة، احنا نظاهر ونسوي علينا وان شاء الله يعني تلتفت انه وان شاء الله نسوي شيء بمساعدتكم الاعلام انتم الخير، يعني وسيلة لنقل الصورة انه وان شاء الله يصير شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر جيتكم اليوم، نشكر على التصوير الاعلامي ويانا احنا كطلبة جامعة البصرة كلية الطب. طبعا احنا اليوم وقفة تضامنية عندنا، وقفة تضامنية ويا اخوان المتظاهرين اللي سقطوا ضحايا نتيجة القمع، متظاهرين سلميين سقطوا ضحايا، احنا اطباء، انا شهادتي وانا مجال عملي الخاطر الانساني، يطيح انسان على اي اساس؟ احنا اليوم سلميين وطالعين بصداري، فبعد هم بكيفهم يعتبرونها كفن انه يرمون علينا، لو يعتبروها لون السلام يحققون مطالبنا، مطالبنا واضحة ومعروفة وكلها تدري بيها. اول مطلب وقبل لا اطلب انا وقبل لا اي شخص يطلب، الدم اللي طاح باي سبب؟ على اي سبب؟ الدستور يكفل لي الظاهر، ليش يسقط دم؟ وليش اكو منع تجوال؟ ليش المرحلة البصرة ما نقدر نطلع؟ مو اكو سلمية احنا؟ شنو سوينا احنا من غلط حتى تمنعنا؟ هاي اول نقطة، هاي الطلبة كلها، وترى دور الطلبة كبير، والطلبة في كل الكليات تحت الظاهر وما ندخل دوام واعتصام، لا يخوفنا تهديد ولا يخوفنا فصل، احنا حاليا قاعد نعيش اسوأ تعليم بالعراق واسوأ مجال تعليم، شنو يسوي لي بعد؟ شنو يهددنا بفصل؟ على اي اساس؟ خلي يعرفون شغلة، الشعوب ما تمشي بالتهديد، الشعوب ما مر بيوم مشت بتهديد ولا مشت بخوف، إرادة الشعب فوق كل شيء، يروح حاكم ويجي سلطان ويجي سلطان غيره، وشافوها قبل، شافوها الأحداث من 2003 لحد هسه،
ما بقى بس الشعب، فلا يخوفنا بتهديد ولا يخوفنا بفصل ولا يخوفني اعتصام سلمي، ما عندنا كل سلمية اعلام وصدريات شايلين وما مسوين اي شيء. هذا الاعتصام مستمر ومفتوح، ايش وقت ما تتحقق المطالب، المطالب هواي ومعروفة، اول مطلب وقبل لا اي شخص يطلب، الدماء اللي طاحت بالقاع يحاسب كل شخص عليها، من اكبر شخص بيهم، من مكافحة الاجرام، من السوات، من وزير الدفاع، من شكو شخص موجود بالدولة يحاسب على الدم. هاي اول شيء. الشغلة الثانية، المطالب المشروعة لكل شخص موجود بالعراق. على اي اساس؟ شنو مطالب احنا؟ ترى احنا ما طالبين شيء، طالبين ماي، طالبين كهرباء، مطالب نستحي نحكيها قدام العالم، نستحي. احنا ب 2019 بجيل منفتح على العالم ومنفتح بالانترنت، يطلب ماي من الدولة، يطلب كهرباء من الدولة. ترى احنا ترى حتى مطالبنا بسيطة، طالب خريج يطلب تعيين، ترى والله مو مطلب، هذا حقه، والله مو مطلب. انا مطلبي اذا يجي لي وانا اقعد بالبيت يجي يعطيني فلوس، انا ما طالب منه، ما مجدي منه، طالب تعيين، تعيين حقي، دراستي، على اي اساس اطلبه؟ على اي اساس دوائر الدوله واقفه؟ على اي اساس الدول كلها بانيه مصانع وعمال اجانب هنا وابن البلد قاعد؟ ذول الطلاب اللي طالعين بالشمس وواقفين ترى مو بطلانين، ذول الطلاب الطب اقل واحد فيهم قارئ كتب اكثر مما اكبر واحد فيهم قارئ، كلهم طلاب واعيين ومثقفين وكلهم يعرفون شنو قاعد يسوون، طالعين بحق احنا وسلميه. احنا اذا على الاراء وطرح الاراء ما نعرف صراحه، المفروض إرادة الشعب فوق كل شيء. قاعد يشوفون إنه طلاب ودوائر معتصمة، فالحكومة شنو الطار يعني، شنو منتظرة يعني؟ دولة شعبها ما يريدها شنو منتظرة يعني؟ يا أما تقدم إصلاحات فعلية، وهاي إصلاحات ترقيعية. ترى أنا منين جايك؟ أنا عشت، أنا أول ما فتحت عيوني على الأمريكان وسقوط النظام، كبرت شوية على الطائفية، كبرت شوية على الرئاسات والحكومة، كبرت شوية جالي داعش، كبرت شوية هسه طالب الكهرباء. فأنا منين جايك أنت تضحك علي؟ ترى أنا ابن البلد، عايش بالبلد، فهاي الحلول ما أقدم منحة وأقدم شو اسمه وحلول ترقيعية هاي ما تفيدني. يا أما أكو استجابة فعلية للدولة وتنزل بالشارع. المتظاهرين مع المتظاهرين كلهم سلميين، ما لنا غرض مندس ومندس، احنا حاليا طلاب، كل احنا سلميين، ينزل للشارع ويشوف الشعب شنو يريد. واذا هو ما يقدر يشتغل فيتكتر يخلي غيره، وما اريد احنا يتكتر ويجي حزب يصحح الثاني هاي السوالف، لا ما اريد، الحزاب كلها ما اريد، تمام. فاذا ماكو استجابه اتوقع راح يصير عصيان لا غير شيء، راح يصير اضراب عام وممكن تتطور الحاله، فمن الافضل انهم يستجابون لنا. احنا اعتصامنا من اليوم ومفتوح المده لحد ما تتحقق مطالبنا، ومطالبنا موجوده ومشروعه ومطالب تافهه اعتقد الدول عبرتها كلها. الرحيم، السلام عليكم. اليوم كلية الطب البصرة خرجنا كلنا على مود نبين احنا موقفنا كطلاب، نثبت شعبنا ونطالب بحقوقنا ونحاول تغيير من واقعنا نحو الاحسن. اذا سكتنا ما راح يصير من صالحنا هذا الشيء، فاحنا قاعدين نحاول نساند الشعب ولو انه مظاهره بسيطه بوقت دوامنا بدل ما نحضر، فاحنا جايين نطلع لهم انه احنا قاعدين بجانبهم وهم مو بحدهم. احنا ان شاء الله نكون وصلنا رسالتنا لكافة انحاء العراق، وشكرا. طالبات حتى نستنكر الظلم والعنف اللي صار ضد المتظاهرين اللي خرجوا يطلبون بأبسط حقوقهم من الحكومة اللي مسيطرة عليها من قبل الأحزاب، اللي رجعت الشعب العراقي إلى سنوات مظلمة، سنوات التخلف والجهل، وسيطرت عليه على عقولهم ورجعتهم بمستويات وعي الدنيا، مستويات وعي تخلي الدول الخارجية تسيطر عليهم وتسيطر على أفكارهم، بنت بداخلهم خوف من مطالبة بأبسط شيء، مطالبة بحقوقهم، واللي يواجهوها بالقتل، واجهوها بالقمع، ويواجهوها بأبشع مستويات. واليوم احنا طلاب وطالبات كلية طب البصرة نستنكر الظلم ونستنكر الطريقة الهمجية اللي تعامل الحكومة بها الشعب. احنا مستمرين على مطالبتنا بحقوقنا، والشعب هالمرة ما راح يتوقف.
يوقف لحد ما يحصل على مطالبه. الحلول مكررة دائما انعادت والشعب مل من هالأجوبة، يريد حلول جذرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طلبة طب الأسنان، احنا طلاب من أهم الشرائح الموجودة بالمجتمع. طلعنا أول شيء مساندة المتظاهرين، طلعنا على مود هاي الشهداء اللي راحت، على هاي الأمهات اللي سفك دم أبنائها بالشارع بدون أي سبب. احنا أول مطلب إنه إجراء انتخابات مبكرة. احنا بعد إذا مطالب فرص عمل، مطالب شوارع خدمات ما نريدها من هاي الحكومة اللي موجودة هسه حاليا. احنا استبعدنا أي مطالب من هاي الحكومة. احنا دم أولادنا مو هالقدر رخيص حتى نرجع نطلب من عندهم نفس المطالب. احنا نريد إجراء انتخابات مبكرة، ننتخب رئيس واحد بعد إننا نعرف هذا الشخص هو المسؤول، ما ضيع بين برلمان وبين وزراء وبين مجلس وزراء. هذا مطلبنا الوحيد حاليا، وإذا ما توفرت هاي المطالب وما حققها راح يصير إضراب مفتوح، لأن احنا طلاب واحنا لازم نبدأ كل شيء واحنا نحقق كل شيء. احنا مستمرين اعتصامنا، شفنا اكو تجاوب بالموضوع نرجع، ما شفنا احنا اعتصامنا مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا اليوم طلبة طب الاسنان طلعنا مضامنة ودعم ومساندة لكل الثوار الموجودين بساحة التحرير الموجودين بكل المحافظات، ببابل، بالديوانية، بميسان، بكل المحافظات. احنا دعم ومساندة لهم، واحنا صوتنا مضموم صوتهم. احنا مطالبنا مثل مطالبهم، احنا هم نريد عيش كريم ونريد نضمن مستقبل جيد لنا ولاولادنا. احنا نشوف هذول اللي بساحات التظاهرات ما عندهم أبسط مقومات العيش الكريم، ما يقدرون يعيشون عيشة كريمة. أغلبهم خريجين، أغلبهم مهندسين، أغلبهم محامين، ما لاقين تعيين، شنو ذنبهم؟ احنا واقفين هنا حتى اليوم نطالب بحقوقهم، نطلب من الحكومة أن تنفذ هاي المطالب، وإذا كانت ما قادرة على تنفيذ هاي المطالب خلي تستقيل وتشوف ناس تقدر تنفذ هاي المطالب. والشعب بعد ما يسكت أبد، لا طلاب لا مهندسين لا محامين ولا أبسط الناس، حتى اللي ما عندهم شهادات وحتى اللي ما متعلمين. الرحمن الرحيم. طبعا احنا طلاب كلية طب الاسنان وكلية الطب، اليوم طلعنا باعتصام طلابي من اجل تحقيق مطالب اللي هي نفسها مطالب الشعب، وقمنا بطباعتها. هاي اللوحة اللي تشوفونها قدامي هي من اهمها تشكيل لجنة لمحاسبة الذين اعتدوا على المتظاهرين ومحاربة الفساد واسترجاع اموال الشعب، وقانون تبديل قانون الانتخابي الى قانون اكثر عدالة، وثالث تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروات والغاء المحاصصة والامتيازات الخاصة اللي منحت جورا للمسؤولين وبعض فئات الشعب. طبعا احنا راح نبقى نعتصم، وكل فئات الشعب، احنا الطلاب، طلاب طبية، بقية الجامعات، كل فئات الشعب راح نبقى وما راح نقطع هذا لحد ما تستجيب كل مطالبنا المشروعة. احنا طالعين اعتصام طلاب كلية الطب وطب الأسنان بالبصرة. احنا هدفنا الرئيسي هو اسقاط النظام، تغيير الحكومة. احنا نريد ما في نظام برلماني، نريد نحل جميع مجلس النواب، جميع البرلمان، كلنا نريدهم يطلعون للبرلمان، نريد رئيس واحد يحكمنا، نريد ما نريد نعتمد على المحاصصة بالتعيين. شغلة ثانية، نريد الأحزاب كلها تطلع، إيران ما نريد تتدخل بعد، كل ذيول إيران الموجودة هنا نريدها تطلع منا. احنا في الأحوال استمر بالاعتصام إلى أن يتغير عادل عبد المهدي، ما نريده يعني، نريده ينشال. إحنا ما راح نوقف عن هذا الاعتصام إذا ما تغير نظام الحكومة، ما تغير رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، نريده ما نريده يعني. كلهم جماعة إيران، كلهم جماعة الأحزاب، كلهم من الأحزاب، إحنا هذول كلهم ما نريده، نريد تغيير تام كل الحكومة، مجلس النواب إحنا أصلاً بعد ما نريده، نريد رئيس واحد بس يحكمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الشعب العراقي اليوم يقف بثورة ضد الظلم وثورة ضد الفساد، ونحن نعزي عوائل الشهداء الأبرار ونطالب
طالب في هذه الوقفة الحكومة بتشكيل هيئة قضائية مستقلة للتقصي والتحقيق ومعرفة السبب في قتل شهداء المظاهرات، وسنقف معهم بسلمية للمطالبة بحقوقهم وبالمطالبة بتعيين العاطلين وإيجاد فرص عمل وتحقيق كل مطالب الشعب العراقي من الخدمات، وهي أبسط المطالب التي لم يقدمها الحكومة خلال سنة كاملة، ونحن لا نأمل من الحكومة أن تغير شيء بعد ذلك، فهي في سنة كاملة من الوعود الكاذبة لم تقدم شيئا. نحن نريد أن نرى الأمر يصبح في أرض الواقع، ولا أن يبقى وعودا مكتوبة أو تقرأ في الإعلام وما إلى ذلك. مثل ما تشوفون اليوم احنا طلعنا مظاهرة سلمية مساندة لإخواننا في بغداد وفي جميع محافظات العراق، وبالذات لا ننسى ذكر الشهداء ودمهم العزيز على بلدنا العراق. اليوم مثل ما تشوفون احنا طلاب طبية جامعة البصرة طب الأسنان ويانا خارجين مظاهرات سلمية، ما عندنا أي انتماء لأي حزب ولا أي جهة سياسية، مطالبنا سلمية. برأيي أفضل حل هو تغيير النظام وإجراء انتخابات سريعة تحت إشراف أممي، حصر السلاح بيد الدولة وتجريد السلاح من جميع الأحزاب السياسية. يجب أن تكون الشركات بها الأيدي عاملة وحصرها بيد العراقيين. توفير مطلب البترودولار لجميع المحافظات المنتجة للنفط وبالذات محافظة البصرة. دعم الجانب الصحي وتوفير العلاج لمرضى السرطان. دعم الجانب العلمي وتوفير الوثيقة ما بعد التخرج. وبالأخير لا يسعني إلا القول، أنا حر لن تلوى ذراعي، عراقي أهوى الحرية. الله يعني إن شاء الله يحققون مطالبنا، نتمنى لهم الصحة والسلامة.
شلونك؟ هذا تحكي لنا شوي. وكالة المدائن. Look.